بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أود أن أستعرض معكم آيات الشفاء الستة، وهي الآيات التي ذكر فيها الشفاء في القرآن. هذه الآيات تحدث عنها بعض العارفين بالله وبعض العلماء وجربوها لعلاج كثير من الأمراض، فكان فيها الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الشفاء أيها الأحبة موجود في القرآن. وهذه الآيات ينبغي أن نحفظها ونكررها، لن تأخذ منك أكثر من دقيقة واحدة. الآيات الستة أو دقيقتين على أقصى تقدير. لذلك أخي الحبيب، سنحفظ اليوم هذه الآيات الستة وسنحاول أن نطبقها في حياتنا. دعني أولا أقرأ هذه الآيات ثم نتأمل بالتحليل والتدبر عظمة هذه الآيات الكريمات. يقول الله تبارك وتعالى في الآية الأولى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. إذن هنا أخي الحبيب احفظ هذا الجزء من آية: ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين، أربع كلمات. أكرر: ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذه هي الآية الأولى والتي فيها الشفاء لما في الصدر من مشاكل نفسية ومشاكل جسدية، شفاء من وساوس الشيطان، شفاء من شر الحاسدين، شفاء لما حاك في صدرك، شفاء من كل شيء. الآية الثانية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن هذه الآية تخبرنا بأن الله أنزل القرآن شفاء لما في الصدور، شفاء للمؤمنين. يا أيها الناس، قبل أن أكمل هنا أيها الأحبة، لابد من ملاحظة: الخطاب هنا ليس للمؤمنين وليس للمسلمين وليس للعرب. يا أيها الناس، إذن الخطاب يشمل المؤمن والملحد والمنافق، كل أصناف البشر. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. حقيقة آية عظيمة جدا، يعني أنا حتى الآن لم أستوعب عظمة هذه الآية. يعني موعظة لتهديك إلى الطريق الحق في حياتك، لحل مشاكلك، شفاء من كل داء. لم يحدد لك شفاء من مرض نفسي أو من سرطان أو من مرض يتعلق بالجهاز الهضمي أو مرض يتعلق بكذا، لا، شفاء لما في الصدور، شفاء من كل شيء. كل ما تتصوره القرآن فيه شفاء أخي الحبيب. وهدى يهديك إلى الرزق الصحيح، يهديك لحل مشكلة لم تجد لها حلا، يهديك إلى القرار الصحيح في حياتك. ورحمة، إذن هو رحمة أيضا، الله سيرحمك ببركة هذا القرآن، سيرحمك فيصرف عنك الأذى، يصرف عنك شر الآخرين. وبالتالي آية عظيمة جدا أيها الأحبة، آية عظيمة جدا عندما يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه هي الآية الثانية. الآية الثالثة يقول الله تبارك وتعالى:
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذن على الأقل احفظ هذه الكلمات الثلاثة: فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. ثلاث كلمات سهلة جدا. طبعا هذه الآية أخي الحبيب تقول لك هناك شفاء بالقرآن، ولكن هناك شفاء بأشياء مادية مثل العسل. يعني لكي لا تتكل فقط وتقول أنا قرأت القرآن ولم أشفى، لا، يجب أن تلجأ مع القرآن. القرآن هو الأساس طبعا، ولكن يجب أن تلجأ مع القرآن للأغذية الموجودة في الطبيعة، وعلى رأسها العسل. يعني العسل هنا يشير إلى العلاج المادي، الشفاء بالقرآن يشير إلى الشفاء المعنوي أو العلاج المعنوي. لذلك كرر هذه الكلمات: فيه شفاء للناس. الآية الرابعة: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. آية شهيرة جدا، من الضروري أن تقرأها 7 مرات هذه الآية بالذات. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذه الآية مهمة أخي الحبيب في الشفاء من كل الأمراض إن شاء الله تبارك وتعالى. الآية الخامسة في سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. هذه الآية أخي الحبيب مهمة جدا، لأنها وردت على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا النبي الرحيم الكريم خليل الرحمن عليه السلام كانت ثقته بالله أكبر بكثير من ثقتنا نحن اليوم. كان يثق بالله، يثق بعطاء الله، يثق بوعد الله، يثق بشفاء الله. فكان يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. صحيح اليوم الطبيب يكتب لك العلاج، ولكن الذي يشفي حقيقة هو الله. لو كان الطبيب هو الذي يشفي والدواء هو الذي يشفي، إذن لماذا نجد أغنياء العالم وهؤلاء لديهم المليارات ولديهم عدد هائل من الأطباء ولديهم الأدوية ولديهم كل شيء، لماذا هؤلاء أخي الحبيب يموتون؟ إذن الشفاء والعمر والبقاء هو بيد الله تبارك وتعالى. طيب الآية الأخيرة الله سبحانه وتعالى يقول فيها: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي القرآن. إذن هذه الآيات الستة يمكن أن تحفظها خلال دقائق وتكررها، واعمل نظام يومي أن تقرأها كل يوم. ليس بالضرورة أن تنتظر حتى تمرض أخي الحبيب. كل يوم قل هذه الآيات على سبيل أن تحفظ نفسك، تحفظ نفسك وأهلك وأولادك وأقربائك من المرض، أو أهل بيتك من الأمراض. لأن المتحدث هو الملك سبحانه وتعالى، هو الشافي الحقيقي. فعندما تقول وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين، هذه الآية أيها الأحبة فيها قوة شفائية غامضة في داخلها بين حروفها. ربما الخلايا تفهم هذه اللغة، نحن لا نفهمها. ذرات هذا الرمل ربما تفهم هذا الكلام وتتأثر به. الله تعالى يقول:
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ولم يقل لو أنزلنا قرآنا، لا، ليؤكد لك أن القرآن هو هذا الذي تقرأه أنت، هذه الآيات التي نقرأها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، والجبل يتألف من صخور وتراب، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني آيات الشفاء أخي الحبيب، وهي جزء من القرآن، تجعل الجبل يتأثر ويخشع ويتصدع. فكيف بالفيروسات والبكتيريا والأمراض؟ كلام الله يقضي عليها، كلام الله يشفي. ربما هذه الفيروسات التي لم يفهم العلماء حتى الآن كيف تعمل، ربما تتأثر بكلام الله فتمتنع عن إضرارك تماما، مثل الشيطان يتأثر بكلام الله فيهرب وتنجو من وساوسه ببركة قراءة القرآن. لذلك أحبتي في الله، نصيحة: احفظوا هذه الآيات، احفظها تماما، كل يوم كررها، يعني على الأقل مرة أقرأها، أو في صباحا ومساء مرة، أو 7 مرات صباحا و7 مرات مساء، وراقب النتيجة. أنت بنفسك ستجد أن هناك فرق. وهذا الكلام عن تجربة، طبعا ملايين الناس جربوا هذا الكلام، وبعض الصالحين جربه وكان فيه الشفاء وفيه الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.